علاقة الخدمة شرطة المرور وفي إطار المراقبة العامة لمستعملي الطريق، لفت انتباه أفراد فرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين بوشقيف شخص كان على متن مركبة سياحية. بعد توقيفه راودتهم شكوك حوله، أين تم إخضاع المركبة للتفتيش بواسطة الكلب البوليسي تخصص مخدرات، فكانت النتيجة إيجابية حيث تم العثور على كمية من المخدرات والمقدرة بحوالي 5 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج، والتي كانت مموهة ومخبأة داخل خزان الوقود. على إثرها تم توقيف الشخص المشتبه فيه وحجز الوسيلة المستعملة في الجريمة. سيتم تقديم الشخص الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.